الآن النقطة الثانية وهي مبحث الذي ذكرناه واختصرناه وهو شروط العمل بمفهوم المخالفة، كنا شرحناه سابقا في درس أصول الفقه، لكن نعيد والإعادة إن شاء الله فيها إفادة. قلنا هناك حكم ظهر عندنا لأن النص سيق من أجله، فعندما يساق النص من أجله هذا يسمى إيش؟ يسمى عبارة النص. يقال هذا حكم عرف بدلالة عبارة النص. لما ما هين هالساكينة؟ لأن النص سيق من أجله. ما بدك تكتب حبيبي، أعطوه ورقة للشباب الاثنين، لأنه سيق النص من أجله. فعندما يساق النص من أجله فيقال هذا الحكم عرف بعبارة النص. وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة هذا إيش؟ دل النص بعبارته على وجوب إقامة الصلاة. لكن في حكم مسكوت عنه، في حكم آخر مسكوت عنه. هذا الحكم الآخر المسكوت عنه يعرف بالعكس، بالمخالفة. في حكم سيق النص من أجله عبارة النص. طب ما في حكم آخر مسكوت عنه يعرف بالعكس، فإذا عكسنا وخالفنا يظهر حكم جديد. فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. المرأة المطلقة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. شو النص الذي سيق من أجله؟ أنها لا تحل إذا طلق ثلاث مرات حتى تنكح. أن المرأة المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تتزوج آخر ثم يطلقها ثم ترجع إليه. لكن في حكم مسكوت عنه. ما هو الحكم المسكوت عنه؟ إذا تزوجها شخص آخر ثم طلقها. نعم، الحكم المسكوت عنه إنه متى تحل له؟ تحل له إذا تزوجها آخر. هذا يسمى مفهوم المخالفة. طبعا الأمثلة كثيرة. فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. إذا دل النص بعبارته على حرمة جماع الرجل لزوجته أثناء الحيض، لكن مسكوت عنه بعد الحيض. فدل النص بمفهوم المخالفة على جواز وإباحة جماع الرجل لزوجته بعد انتهاء الحيض. لكن هل فقط بعد انتهاء الحيض ولا بعد انتهاء الحيض مع الاغتسال؟ الراجح مع الاغتسال، على مسألة فقهية لا نريد أن نثيرها الآن. وهكذا يسمى هذا الحكم المسكوت عنه الذي يظهر نتيجة عكس الأصل، يسمى هذا مفهوم المخالفة. فالآن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، ها دل النص بعبارته على حرمة إكراه وإجبار وإلزام الفتيات اللي هي الإماء على الزنا، لكن في النص إن أردنا تحصنا. فقد يقول قائل مفهوم المخالفة إن لم يردنا تحصنا جائز أن نتكسب من زناهن، فعندها نقول هذا لا يجوز ولا يعمل به. ما هو الذي لا يعمل به؟ مفهوم المخالفة، الحكم المسكوت عنه المعارض المعاكس للحكم الذي سيق النص من أجله. طب ليش ما بدنا نأخذ؟ ليش؟
لأنه هناك شروط للعمل بمفهوم المخالفة. الشرط الأول أن لا يكون هناك من الدلالات ما هو أقوى منه، وبالتالي مفهوم المخالفة هو حجة على الراجح لكنه أضعف أنواع الدلالات. اثنين، أن لا يكون هذا القيد بيانيا، أن لا يكون هذا القيد بيانيا، وإنما القيد حتى يكون مخالف ويعمل به أن يكون شرعيا. إيش يعني بيانيا؟ أي هذا حال الشخص وهذا هو إيش غالب فعله. فمثلا قوله تعالى ولا تأكل الربا أضعاف مضاعفة، فيقال دل النص بعبارته على حرمة إيش؟ أكل الربا أضعاف مضاعفة. فقد يقول قائل مفهوم المخالفة عدم حرمة الربا إذا كان أضعاف مضاعفة، فيقال مفهوم المخالفة هنا لا يعمل به. ليش؟ لأنه أضعافا مضاعفة قيد بياني، أي غالب من يأكل الربا يأكله أضعافا مضاعفة، غالب من يأكل الربا يأكله أضعافا مضاعفة. وهذا ما نراه في زماننا وفي غير زماننا. أريد أن أشتري سلعة معينة ب10,000 دينار عليها ربا 2,000، بعد فترة إذا به يتأخر فتصبح 2,000، فإذا به يدفع 3,000، يتأخر 3,500 4,000، ثم يأخذ منه هذه السلعة ويبيعونها بالمزاد. إذا الربا مآله أن يؤكل أضعافا مضاعفة والعياذ بالله. لكننا لم نعمل بمفهوم المخالفة هنا، والسبب ما هو؟ السبب ما هو؟ أولا هناك من الدلالات ما هو أقوى، واثنين أن هذا القيد بياني وليس تشريعيا. هذا القيد قيد بياني وليس تشريعيا. وهكذا في أمثلة كثيرة نجعلنا طيب. شوف الآن بدي إياكم أنتم تشرحوها، اللي فهم راح يشرحها بسهولة. قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن خفتم، أولا ما هو الحكم الظاهر بعبارة النص؟ تفضل. شو الضرب يعني؟ خروج يا زلمة السفر. الله يجزيك الخير أيها السافري. فإذا هنا من سافر دل النص بعبارته على أن من ضرب في الأرض أي سافر فإنه يقصر من الصلاة. لكن في النص إن خفتم، فهل هذا الأمر مربوط بالخوف؟ يعني إذا ما في خوف ها صار مفهوم المخالفة، إذا ما في خوف ما في قصر من الصلاة. شو رأيكم؟ شو الجواب؟ شو الجواب؟ تفضل. هذا قيد بياني لأنه غالب من يسافر يكون عنده خوف. كيف عرفت انه قيد بياني؟ لانه غالب من يسافر يكون عنده خوف. طيب الاحبه والاخوه وفي غربه وفي سفر البعد عن الاحبه خوف. والله في ناس بس يبعد عن اولاده برتاح اصلا، ولك راح اشم الهواء سرن عليهم شو اخبارك سرن عليها. حتى لو خاف ما هو اقوى منه من الدلالات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحن وقد امنا قال انها نعم، لأنه ورد في النص في السنة كما قال عن
عمر بن الخطاب. فعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني ربك جل في علا بحب انك تيجي بالرخص. اما عندك ان في رخص عندك مش راضي تاخذ فيها، ما هي الرخص هذه مهمة جدا في الشريعة. ما هي أهمية الرخص في الشريعة؟ أهم شيء في الرخص ما هو؟ لا، أهم شيء الاتباع. الاتباع، لا الاستمرار. تعينك، أنت دائما تسقط عبارات، تعينك على الاستمرار في العبادات، تعينك على الاستمرار في العبادات. فأنت معاوية اللهم ارضى عنه يصلي الوتر ركعة، فأحدهم يسأل ابن عباس: معاوية أمير المؤمنين يصلي الوتر ركعة؟ قال: إنه فقيه، تلك السنة. يعني من السنة أحيانا نصلي الوتر إيش؟ ركعة، حتى يعينك على إيش؟ الاستمرار. تمسح على الخف سنة، تجمع بين الصلاتين سنة، يعينك على الاستمرار والمحافظة على الجماعة. في أمثلة كثيرة. قال: طب انظر، طب ما هي أسباب القيد البياني؟ يعني ما هو سبب أن الشرع جعل هناك قيد بياني؟ شفتوا كلام، ما هو السبب أن الشرع، ما هو السبب أن الشرع ذكر القيد البياني؟ واحد، التنفير من فعل الجاهلية. فهناك أفعال، وهنا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، تنفير. ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، تنفير. وبالتالي أيضا اثنين، أن هذا يخرج مخرج الغالب، أنه غالبا يكون حال الناس هذا. دقيقتين ولا بتتحلف لي؟ نعم. ثلاث، الامتنان. نقدرش ما ننكتش يا جماعة، لازم نضحك، أنا ما إذا بضحكش أنا. ثلاث، الامتنان. اللهم من علينا بالهداية والفهم الصحيح واتباع السنة يا رب العالمين. دقيقة ضايل، أحسنت. فإذا إخواني في الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فهنا حصل الامتنان. إذا ثلاث أشياء: واحد، التنفير من عمل الجاهلية. اثنين، أن هذا خرج مخرج الغالب. ثلاث، الامتنان، كما قال الله عز وجل: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. شو مفهوم المخالفة؟ أنه في البحر، إذا في البحر ليس لحما طريا، شو ما تكفي أنواع سمك، شو ماله لحمه ليس بطري، ما نأكله؟ لا، هذا خرج مخرج الغالب، وهذا للامتنان. عليك ايش؟ انك ستأكل السمك. لذا كبار السن اهم شيء انك تجيب له سمك بعيد عن السفير طبعا، فبالتالي طري على بسنان، انه ما في سنان. ولا حول ولا قوة الا بالله. بهذا على كل حال في كلام، لكن نكتفي بهذا، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.